السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أهلا بكم مشاهدينا وتتابعونا في النشرة. في قرارات تاريخية، اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يقرر رفع أسعار شراء القمح اللين والصلب من الفلاحين لتشجيعهم على مضاعفة الإنتاج تحقيقا للأمن الغذائي. وخلال اجتماع مجلس الوزراء الإعلان عن رفع العراقيل عن 679 مشروعا استثماريا عبر 40 ولاية من إجمالي 877 مشروعا. رئيس الجمهورية يعزي رئيس السلطة الانتقالية ورئيس الدولة لجمهورية مالي في وفاة الرئيس المالي السابق إبراهيم أبو بكر كايتا. المنتخب الوطني لكرة القدم يواجه في هذه الأثناء منتخب غينيا الاستوائية بملعب جابوما بالكاميرون. وفي النشرة نرصد لكم الأجواء من مناطق المشجعين بعدد من ولايات الوطن. المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي للصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا يستقبل من قبل الرئيس الصحراوي ويزور عددا من المرافق والمنشآت التربوية بمخيمة اللاجئين الصحراويين. أهلا بكم مجددا. بداية، ترأس اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء تم فيه دراسة مشروع قانون يتضمن التقسيم القضائي وعروض تتعلق بقطاعات الداخلية، الفلاحة، الأشغال العمومية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والسكن، بالإضافة إلى عرض خاص قدمه وسيط الجمهورية أمام المجلس يتعلق بمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة. وبعد افتتاح الجلسة من قبل السيد رئيس الجمهورية وعرض الوزير الأول وزير المالية نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، قدم السيد وسيط الجمهورية وضعية المشاريع الاستثمارية العالقة في مختلف المجالات، وذلك تنفيذا لأمر السيد رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء ليوم 21 نوفمبر 2021 بهدف متابعة ومعالجة المشاريع وطنيا حالة بحالة. وأعلن وسيط الجمهورية رفع العراقيل عن 679 مشروعا استثماريا من إجمالي 877 مشروعا، وذلك بتسليمها رخص الاستغلال والدخول في الإنتاج، حيث تتوزع المشاريع التي رفعت عنها القيود عبر 40 ولاية وتوفر 39,242 منصب عمل. وعقب هذا العرض أعطى السيد رئيس الجمهورية التعليمات والتوجيهات الآتية: أولا، بخصوص عرض السيد وسيط الجمهورية أن يتضمن عرض عملية الإحصاء في كل اجتماع لمجلس الوزراء وبكل دقة وشفافية موقع وطبيعة المشاريع ونوعية العراقيل وعدد المناصب المستحدثة فعليا، وذلك إبرازا لنجاعة عملية إزالة العقبات الإدارية أمام كل المشاريع الاستثمارية. ضرورة التمييز في عملية الإحصاء بين المشاريع العالقة الخلاقة للثروة ذات القيمة الوازنة ومناصب الشغل الفعلية وبين المشاريع العالقة لأسباب تقنية بسيطة. تضمين عرض وسيط الجمهورية القيمة المالية بالعملتين الوطنية والصعبة للمشاريع الاستثمارية محل رفع التجميد. ثانيا، بخصوص مشروع قانون التقسيم القضائي، مراعاة البعد الجغرافي بين كل مناطق الوطن للسماح بعقد جلسات قضائية متنقلة للتخفيف على المواطنين من عناء التنقل، ولا سيما في المناطق النائية والبعيدة في أقصى الجنوب. ثالثا، بخصوص استحداث مجالس تنفيذية ولائية، استحداث مجلس تنفيذي في كل ولاية بهدف التنسيق العالي بين الوزارات والسلطات المحلية خدمة لمصالح الشعب، حيث يتولى الوالي مسؤولية التنسيق باعتباره المسؤول الأول في الولاية،
ضرورة أن يرتكز التسيير المحلي بشكل حيوي على إيجاد حلول لمشاكل المواطن اليومية والمرتبطة أساسا بالاستثمار لخلق مناصب الشغل والثروة. رابعا، حملة الحرث والبذر وغرس الأشجار المقاومة. قرر مجلس الوزراء رفع أسعار شراء القمح اللين الصلب من الفلاحين لتشجيعهم على مضاعفة الإنتاج تحقيقا للأمن الغذائي. القمح الصلب من 4500 دينار جزائري إلى 6000 دينار، القمح اللين من 3500 دينار إلى 5000 دينار، الشعير من 2500 دينار جزائري إلى 3400 دينار، الشوفان من 1800 دينار إلى 3400 دينار. فتح المجال أمام الاستثمارات في الأحياء الناجعة وفق طاقات وقدرات بلادنا. خامسا، حول مشروع طريق ميناء جنجن العلمة، أمر السيد الرئيس بإجراء خبرة للمشروع قبل اتخاذ أي إجراء وتقديم أو لتقديم إحصائيات الحقيقية والدقيقة. سادسا، حول الأحكام المقترحة لكيفية ممارسة الحق النقابي، الشروع في فتح النقاش الواسع حول مقترحات كيفية ممارسة الحق النقابي وفقا لمضامين الدستور والقوانين السارية للجمهورية والقوانين الدولية، والأخذ بعين الاعتبار أن العمل النقابي ركيزة من ركائز الديمقراطية كما هو مكرس في الدستور. التشديد على العودة إلى أبجديات العمل النقابي المعمول به دوليا والمتمثلة في الدفاع عن حقوق العمال وترقية مناخ العمل. سابعا، بخصوص المدينة الجديدة بوغزول وملعبي كرة القدم ببراق ودويرة، إعادة النظر في وظيفة وكيفيات إنجاز المدينة الجديدة ببوغزول بما فيها إشراك المستثمرين الخواص لاستكمال هذا المشروع وفق لمسة تنموية حضارية. الإسراع في إتمام أشغال ملعبي براق ودويرة، ووافق مجلس الوزراء على إعادة التقييم المالي للملعبين. وقبل اختتام الجلسة، صادق مجلس الوزراء على مراسم رئاسية تخص عددا من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين في وظائف عليا في الدولة. أيضا بيان مجلس الوزراء. إثر وفاة الرئيس السابق لجمهورية مالي إبراهيم بوبكر كايتا عن عمر ناهز 77 عاما، تقدم رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون بتعازيه الخالصة إلى السيد رئيس السلطة الانتقالية ورئيس الدولة لجمهورية مالي السيد عاصمي غويتا، قائلا: لقد تلقيت ببالغ الحزن والأسى وعميق التأثر نبأ وفاة الراحل إبراهيم بوبكر كايتا رئيس السابق لجمهورية مالي الشقيقة. وإذ نشارككم هذا المصاب الجلل، أتقدم إليكم باسم الجزائر حكومة وشعبا وأصالة عن نفسي ومن خلالكم لأسرة الفقيد بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر التضامن والمواساة والتعاطف، راجيا من الله تعالى أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسح جناته وأن يخفف عن عائلته حزنا ويلهمها جميل الصبر والسلوان. إن لله وإن إليه راجعون. عملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى إلعاش الاستثمار في مجال الفلاحي والحفاظ على الأمن الغذائي لبلادنا، تعرف ولاية الوادي حركية فلاحية غير مسبوقة خاصة في مجال إنتاج الذرة والحبوب بمختلف أنواعها. ريبورتاج لمحمد العيلبي. الفلاحون بولاية الوادي يشرعون في حصاد منتوجهم من الذرة لتقديمه إلى نقاط الجمع، وقد شهدت منطقة الشارع ببلدية بنقشة الحدودية انطلاق هذه العملية، والبوادر تشير بفضل اتباع المسار التقني والإرشادات الفلاحية إلى موسم حصاد ناجح وأرقام إنتاجية عالية حققها المزارعون في محصول الذرة. التجربة هذه إن شاء الله راهي نوعية، إن شاء الله راهي مليحة، وإن شاء الله اليوم باش نطاقوا عملية الحصاد. الهكتار حوالي دايرين نحن حوالي حتى 50-60 قنطار في الهكتار. درنا عقد مع لوناب تاع بسكرة وراهم جو وقاموا بالواجب تاعهم هذوك الحق بارك الله وفيهم، راهم جابوا الماتريال تاعهم وجابوا لنا الحصادة. نتوقع السنة إن شاء الله المنتوج يكون خير من العام اللي فات، لأنه العام اللي فات أول تجربة. الزراعة كاينة كما نقولوا نحن، السيموار كاين، الماشينة كاينة، كلش كاين. إقبال الفلاح على زراعة هذا النوع من الحبوب جاء بفضل دعم الدولة وإيجابيات المرافقة.
اليوم الهدف بتاع العمليه هو تشجيع الفلاحين ومرافقه الفلاحين للاستمرار في هذه الزراعه الاستراتيجيه الوقت تاعنا من خلال وسعه حتى في المساحات الاستراتيجيه اللي ربما داخله حتى في خارطه طريق وزاره الفلاحه 2020-2024 من حيث يعني المسار التقني ربما وجود يعني دعم الدوله وهناك ربما حتى على مستوى اللوناب تدخل في دعم الالاف ان شاء الله يعني تنقلص من خلال هذه المساحات المزروعه فاتوره الاستيراد. رهان ولاية الوادي في زراعة الذرة هو الرفع من نسبة الإنتاج وإنشاء نقاط تخزين عبر الولاية في صحراء تزخر بمساحات شاسعة لن تبخل حتما على المستثمرين الفلاحيين إنتاجها الوفير في زراعاتها المتنوعة والواعدة والتي بإمكانها تخفيض فاتورة الاستيراد والنهوض بالاقتصاد الوطني. وفي مجال الصناعات التحويلية تتجه ولاية وهران نحو تصدير عدد من المنتجات الفلاحية بعد تحقيقها لطفرة حقيقية في مجال الصناعات التحويلية. والعينة من منطقة مسرجين مع عبد المطلب غلابي. النتائج الإيجابية المحققة منذ تجسيد المخطط الوطني للتنمية الفلاحية شجعت عديد الفلاحين والمستثمرين على التخصص في زراعة الزيتون وعصره والتي باتت مجالا زراعيا يستقطب الكثير من مهني هذا القطاع. الزيت أصبحت ضرورية لجسم الإنسان وحنا بها غادي ندخلوا الأسواق العالمية من باب واسع وكذلك غادي الجزائر تولي وجهة. عندنا الزيتون من نوع الرفيع هذا حفدنا باش نديروا هذه المؤسسه تاع زيت زيتون هنا في هذه المنطقه. هنا نوعيه تاع شملال زيتون شملال هو ارفع نوعيه اللي باش نصنعوا به زيت زيتون. احتفلت بلديه مسرجين بوهران يوم 6 ديسمبر الفارط بعيد البرتقال من نوع كليمونتين في طبعته الثانيه. وقد سارعت مصالح الفلاحة إلى تطوير الشعبة بالتنسيق مع مجموعة من المستثمرين الذين أولوا الاهتمام بهذه الفاكهة من خلال غرس مساحات شاسعة من أشجار الكليمونتين. عندي هنا التومسو واشنطن هذه وعندي الكليمونتين. نقصت عندك اللي جديدة هذه اللي جديدة رها مليحة. لغرس جديدة كما بنتي احنا هنا لغرس 10 هكتارات جديدة. على مستوى بلدية مسرغين يعني في مصنعين معروفين يعني في العملية نتاع التصدير خاصة يعني تصدير زيت الزيتون ذو الجودة العالية وفيه كذلك يعني بالنسبة إلى المنتوجات الفلاحية الأخرى في العملية نتاع التصبير يعني وهذه كذلك عملية هامة وفيه كذلك يعني مؤخرا العديد من المصانع التي يعني هي في طور الإنجاز واللي تدخل في عملية نتاع التجفيف المواد الغذائية يعني نظن بلي باش الصناعة التحويلية هذه كذلك رايحة تشجع أولا قبل كل شيء الجانب الفلاحي من جهة وكذلك تساهم في خلق الثروة على مستوى الولاية من جهة أخرى. رفع وتيرة الإنتاج والتوجه نحو التصدير وامتصاص البطالة تعدها الدولة من أولويات العمل الفلاحي الذي تسعى السلطات المركزية من خلاله إلى تقليص فاتورة الاستيراد والعمل على تحقيق الاكتفاء. والاستثمار بحاجة إلى هياكل ومنشآت قاعدية كالطرقات التي تعتبر شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الوطني. مشروع المنفذ الرابط بين مدينة العلمة وميناء جنجن من بين المشاريع المهيكلة التي تعول عليها الدولة في تحقيق الانطلاقة الاقتصادية والصناعية التي تنشدها الجزائر. روبورتاج لعمر طبل ووسيلة بوشارب. يعرف بمشروع القرن، المنفذ الرابط بين مدينة العلمة وميناء جنجن يمتد على مسافة 110 كيلومترات، حصة جيجل 45 كيلومترا. جيجل رانا نديرو ثلاث سوايع من العلمة لجيجل باش نوصلوا سلعة ولا نوصلوا كوموند تاع عماليها، لو كان يزربوا لنا بهذا الطريق السيار والله رايحين ينفعونا ياسر خلاه وينفعوا الدولة تاعنا. محتاجين الناس؟ ايه ناس بزاف وماشي غير انا اللي كوميرسون اللي راه تروح تشوف ناس تاع العلمة ولا مانيش عارف انا هنا في جيجل بزاف تاع حسيمي ما يقدرش يعدي هنايا يهز كونتينر ما يقدرش يمشي بها هنا يمشي بها 10 سوايع للعلمة. الشعب كامل راهو فيها مس الحاجة على كل هالمشروع هذا ماذا بينا لو كانوا نتهاو ونفرو المشاكل وتكون شوية تحية بهذا المشروع هذا تحية للمنطقة تاعنا. تعثر المشروع بسبب العديد من المعوقات
سيدعم مخطط الانعاش الاقتصادي والانفتاح على الأسواق خاصة الأسواق الإفريقية، فبالتالي تواجد هذه الروابط سيسمح بالأكيد من أن هناك حركية في نقل البضائع ونقل الأشخاص، وأيضا سيسمح بفك العزلة عن الكثير من المناطق المعزولة والنائية، بما أن هذا الطريق سيار سيفتح أيضا في أفق خدمات لوجستيكية، خدمات لمستعملي هذه الطرق السيارة. التهم المشروع أرصدة مالية معتبرة، ففي كل مرة تضخ الحكومة غلافا ماليا لبحثه دون فائدة. يعد هذا المنفذ شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الوطني. ربط ميناء جنجن بطريق السيار شرق غرب، وذلك بإنهاء إشغال منفذ جنجن العلماء على مسافة 110 كيلومتر، والذي يعتبر شريان مهم لإنعاش حركية الميناء من جهة، ولاية جيجل من جهة أخرى، والاقتصاد الوطني بصفة عامة. تطمح الجزائرية للطرق السيارة لإطلاق العديد من المنافذ على غرار منفذ العلماء جنجن على الطريق السيار شرق غرب. وإنجاز المشاريع في مختلف المجالات أكيد يوفر مناصب شغل محلية، خاصة لفائدة الشباب من حاملي الشهادات العلمية. ولاية بومرداس كعينة تمكنت من بلوغ عملية إدماج لفائدة الشباب بلغت 60%، تقول إنصاف بوخلفة. شباب تخرجوا من الجامعات الجزائرية اختاروا قنوات الإدماج للتوظيف بعد سنوات عديدة من البحث الفردي، ووجدوا ظلتهم في عقود ما قبل التشغيل التي آلت إلى عقود إدماج، فمناصب دائمة تلائم تخصصاتهم. بعد التخرج حاولت نبحث عن منصب عمل، ولكن ما كاش ما طاحت ليش الفرصة. بعد سجلت في وكالة التشغيل، بعد عام عيطولي تحصلت على عقود ما قبل التشغيل، من بعد تحصلت على منصب تم إدماجي في رتبة متصرف إداري. تخرجت 2017 ماستر مالية وبنوك، بعد 6 شهور سجلت في لانام، ومن بعد قاعد نحوس على عمل، ومن بعد لقيت عمل في تاع عقود ما قبل التشغيل. جونفي 2022 تم إدماجي في إطار إدماج في برنامج إطار إدماج حاملي الشهادات. عيطوا لي لانام، خدمت عندهم منذ بداية 2019. الحمد لله جت عملية الإدماج وتم دمجي على مستوى مديرية التكوين المهني. أنا استفدت من عقود ما قبل التشغيل صافي 4 عام، دخلت في 2017 وجددت اون فوا باسكو شاك 3 عام لازم نجددو، دونك العام 4 الحمد لله تم الإدماج. مديرية التشغيل بولاية بومرداس كانت الوسيطة بين الشباب والمؤسسات لمتابعة ملفاتهم وتوجيههم إلى المناصب المناسبة لهم. عملية الإدماج متواصلة في ظروف حسنة. يعتبر الإدماج في القطاع الاقتصادي بالنسبة لسنة 2022 من الأولويات التي سوف تعطيها مديرية التشغيل عبر التراب الوطني أهمية خاصة. تم إلى حد الآن إدماج 2600 على مستوى الولاية، منها 2484 في القطاع الإداري و116 في القطاع الاقتصادي العام. تباينت مدة توظيفهم النهائية، غير أنها كانت قيمة مضافة اكتسبوا فيها الخبرة الكافية لتساعدهم في حياتهم المهنية. في التعاون وفي إطار الزيارة التي يقوم بها بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية إلى القاهرة، أجرى وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطلع ممرة اليوم أجرى مشاورات مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ناولت الأوضاع في المنطقة العربية ورفع التحديات الراهنة. العمامرة أجرى مباحثات مع نظيره المصري سماح شكري، تركزت حول علاقة الأخوة والتعاون التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، إلى جانب مستجدات الأوضاع على الساحتين العربية والإفريقية، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا والأزمة المالية.
إلى الحدث الكروية القارية الآن، حيث انطلقت منذ حوالي 10 دقائق أطوار مباراة الجزائر غينيا الاستوائية المنقولة على القناة الأرضية للتلفزيون الجزائري في هذه الأثناء. حظ موفق لمنتخبنا الوطني. موفقين بإذن الله إن شاء الله. في تطورات الوضعية الوبائية بالجزائر، سجلت 573 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثمان وفيات، فيما تمثل 343 مريضا للشفاء حسب بيان لوزارة الصحة. وتجنبا للسيناريو لتكرار السيناريو الذي عاشته البلاد في الموجة السابقة، تسهر مؤسسة مترو الجزائر على تطبيق الإجراءات الاحترازية للتقليل من العدوى، خاصة بعد دعوة الحكومة المواطنين لمواصلة دعم الجهود الوطنية لمكافحة هذا الوباء. المزيد مع ويدا الزردوم. هنا بمحطة ساحة الشهداء يعكف أعوان مترو الجزائر على مرافقة المواطنين لتطبيق البروتوكول الصحي. نصر على تطبيق تدابير الصحة الوقاية الصحية للمسافرين، وذلك بارتداء الكمامة عند دخول إلى المحطة واستعمال كل تدابير وقائية. لا نملك خيار فيما يخص هذا البروتوكول، يعني التطبيق تاعو لازم يكون يومي لكي يحقق الهدف تاعو، وهو منع انتشار فيروس في المترو الجزائر. كان رسالة موجهة لكامل المواطنين أو كامل مستعملي مترو الجزائر، عاونونا احنا يعني كأعوان، يعاونونا في أخذ التدابير اللازمة من أجل سلامتنا. بعد الوصول إلى محطة نهائية، يخضع مترو الجزائر إلى عملية تعقيم كاملة قبل الانطلاق في رحلة العودة. وقفنا على مدى تطبيق التدابير الاحترازية داخل المترو، كل شيء كان يوحي بوعي تام لدى المواطنين. الوقاية مليحة، المرض راه يزيد، والسبيطارات متعمرة، والطب مساكن باصاو. هذه هي الصحة، هي الصح. لازم الإنسان كي يدخل المترو هكذايا باش يتنقل، لازم له بابات باش يحمي نفسه، يحمي المجتمع، يحمي الناس. تطبيق الإجراءات أمر ضروري، والتهاون فيه قد يعرض المؤسسات والفضاءات والأماكن العمومية إلى الغلق الفوري. في الشأن الصحراوي، زار المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا اليوم العديد من المنشآت والمقرات الصحراوية، حيث اطلع على تفاصيل متعلقة باللاجئين الصحراويين سواء التعليمية أو الإنسانية. وحط دي ميستورا بمدرسة الشهيد خليل سيد محمد بولاية بوجدور في مخيمة اللاجئين الصحراويين، أين قدمت له كل التفاصيل المتعلقة بالمناهج التربوية الصحراوية. المزيد مع عمر تواجين. تتواصل زيارة دي ميستورا ليومها الثاني بمخيمات اللاجئين الصحراويين، أين وقف على أحد الهياكل التربوية والتي تعكس بناء دولة المؤسسات للجمهورية الصحراوية، ليتنقل بعدها ويعاين أجنحة المتحف الوطني للمقاومة والذي يحتضن بين جدرانه بطولات وتضحيات الجيش الصحراوي منذ عقود. دي ميستورا جاء في ظروف استثنائية، وخاصة بعد استئناف الحرب بعد خرق القوات الملكية لوقف اطلاق النار، ستكون رسالة للسيد دي ميستورا بأن الصحراويين سيستمرون في مقاومتهم للاحتلال حتى تحرير باقي أرضهم. ولأن سنوات اللجوء زادت من معاناة الشعب الصحراوي، عقد المبعوث الأممي اجتماعا مع ممثلي الهلال الأحمر الصحراوي والذي يبلغوه عن واقع الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه هذا الشعب. إثارة انتباه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الوضع الإنساني في مخيمات اللاجئين الصحراويين، وأكدنا أنه أكيد أنه هناك معاناة إنسانية واحتياجات إنسانية للاجئين الصحراويين، ولكن أي مساعدات إنسانية مهما كانت نوعها وتعددها تبقى دائما تشكل نوع من تخفيف الألام وتضميم الجراح، وهو حق مشروع لشعب لاجئين ينتظرون 46 سنة خارج وطنهم. ومع مواصلة النظام المغربي لسلسلة انتهاكات حقوق الإنسان، أبلغت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان دي ميستورا بضرورة حماية الصحراويين بالمناطق المحتلة. استقبلنا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد دي ميستورا في مقر اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان،
وكانت الجلسة تم التركيز فيها على عديد من الشواغل التي تتعلق بانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والشعوب الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية. تطرقنا لوضعية المزرية للمعتقلين السياسيين الصحراويين، الحصار الإعلامي والبوليس المضروب على المناطق المحتلة. ليستقبل المبعوث الأممي من طرف رئيس الجمهورية الصحراوية إبراهيم غالي الذي أجرى معه مباحثات رسمية لمقر الرئاسة الصحراوية. هذا وأكد الممثل الدائم لجبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة سيدي محمد عمر أن زيارة دمستورة شكلت فرصة للاطلاع على أوضاع الصحراويين في مخيمة اللجوء. المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية السيد ستيفن دمستورة كانت له فرصة للاطلاع المباشر على الواقع الذي يعيشه الشعب الصحراوي، واستمع لشيبه وشبابه ونسائه الذين قالوا وبصوت واحد بأن مطلبهم كان وما يزال هو الاستقلال الوطني، وهذا هو موقف الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب، مع التأكيد على الإرادة القوية لدى الطرف الصحراوي للانخراط الجدي إذا ما كان هناك إمكانية لعملية سلمية تمكن شعبنا من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. وفي الملف الصحي العالمي، وحسب آخر الإحصائيات ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كوفيد 19 إلى أكثر من 326 مليون حالة حول العالم، فيما فاق عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي 5.5 مليون وفاة. وحسب ذات الإحصائيات تبقى الولايات المتحدة الأمريكية تحتل الصدارة من حيث عدد الإصابات حول العالم، حيث سجلت هذه الأخيرة أكثر من 65 مليون إصابة مؤكدة، تليها الهند ب 37 مليون حالة، ثم البرازيل التي تعدى بها عدد الإصابات عتبة 22 مليون إصابة. عودة إلى أخبار الوطن، ونختم النشرة من ولاية تيزي وزو، حيث يحتفل سكان المنطقة بوعدة الأرض عنوانا للاحتفال بالمحصول الزراعي، حيث تتزامن المناسبة وموسم جني الزيتون في صورة تتجلى فيها أسمى معاني التلاحم والتكافل الاجتماعي. المزيد مع زهرة فرحاني. هي وعدة النوال التي تقام كل سنة إذانا بموسم الحرث والبذر، وهي عربون ليناير لتكون السنة بإنتاج وفير. نوال كي نوال الحرث ذنجان تدي مزورة يال سكواس نخدم فم غرايا كي المند الحرث ذن يتكماسي دي لا بروميير سومان دو أكتوبر ثبورت سكواس نخدم نتمدن أفو الجمهور أفو الصدقة نتصدق خطر من مادي أوضي الجمهور وقدي تكن الوادي صوردين تكن الوادي صوردين وقدي سان الغلاء صديق نسجيت. ماذا لا كولتور؟ La culture pour son intérêt culturel, mais il y a un intérêt économique aussi. Après, il se pose aussi un problème de développement dans le village. On va se poser des questions. Des fois, les maires, non, elles disent « Bahoul Birou, sur la maison, la Cheikh ». Mais bien sûr, d'un projet comme ça, les questions elles viennent d'elles-mêmes. « Gale Segui sert des visiteurs en dancing, donc je vais penser à une auberge, à un hôtel. » نوال هو نداء الأجداد للمحافظة على الأرض والحياة. بهذا إذن نصل إلى ختام نشرتنا، وهذا تذكير بالعناوين. في قرارات تاريخية، اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يقرر رفع أسعار شراء القمح اللين والصلب من الفلاحين لتشجيعهم على مضاعفة الإنتاج تحقيقا للأمن الغذائي.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء الإعلان عن رفع العراقيل عن 679 مشروعا استثماريا عبر 40 ولاية من إجمالي 877 مشروعا. رئيس الجمهورية يعزي رئيس السلطة الانتقالية ورئيس الدولة لجمهورية مالي في وفاة الرئيس المالي السابق إبراهيم أبو بكر كايتا. المنتخب الوطني لكرة القدم يواجه في هذه الأثناء منتخب غينيا الاستوائية بملعب جابوما بالكاميرون، والتعادل السلبي يطبع أطوار الشوط الأول المتواصل في هذه الأثناء. المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي للصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا يستقبل من قبل الرئيس الصحراوي، ويزور عددا من المرافق والمنشآت التربوية بمخيمات اللاجئين الصحراويين. إذن وصلنا إلى ختام هذه النشرة، حظ موفق لمنتخبنا الوطني إن شاء الله. السلام عليكم، إلى اللقاء.